عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولأنه فيكم بأسعار هواتف أقل من 2000 جنيه في مصر 2022. ونبدأ. أسعار هواتف سامسونج أقل من 2000 جنيه في مصر 2022. سعر هاتف سامسونج جالاكسي A2 كوري شاحنتين اتصال سعة تخزين 16 جيجا بايت رام 1 جيجا بايت اللون الرمادي غامق 1279 جنيه مصري. سعر هذا السامسونج جالاكسي G4 كور شريحتين اتصال سعة تخزين 16 جيجا رام 1 جيجا بايت اللون الأسود 1899 جنيه مصري. سعر هاتف سامسونج جالاكسي M10 شريحتين اتصال سعة تخزين 16 جيجا رام 2 جيجا بايت اللون الأسود 1999 جنيه مصري. سعر هاتف سامسونج جالاكسي A10S10 شريحتين اتصال سعة تخزين 32 جيجا بايت رام 2 جيجا بايت أزرق 1959 جنيه مصري. أسعار هواتف شاومي أقل من 2000 جنيه في مصر 2022. سعر هاتف شاومي ريدمي A8 شريحتين اتصال سعة تخزين 32 جيجا بايت رام 2 جيجا بايت اللون أسود ميد نايت 1779 جنيه مصري. سعر هاتف شاومي ريدمي A5 شريحتين اتصال سعة تخزين 16 جيجا رام 2 جيجا اللون رمادي 1999 جنيه مصري. سعر هاتف شاومي ريدمي يو شريحتين اتصال سعة تخزين 16 جيجا بايت رام 1 جيجا بايت اللون أزرق 1174 جنيه مصري. سعر هاتف شاومي ريدمي A7 شريحتين اتصال سعة تخزين 32 جيجا رام 2 جيجا اللون أسود 1649 جنيه مصري. أسعار هواتف إنفينكس أقل من 2000 جنيه في مصر 2022. سعر هاتف إنفينكس نوت 6604 اكس شريحتين اتصال سعة تخزين 32 جيجا رام 3 جيجا اللون رمادي 1799 جنيه مصري. سعر هاتف انفينكس سمارت 2 برو شريحتين اتصال سعة تخزين 16 جيجا رام 2 جيجا اللون ذهبي 1549 جنيه مصري. سعر هاتف انفينكس هوت 4 برو 556 اكس شريحتين اتصال سعة تخزين 6 جيجا رام 2 جيجا اللون ذهبي 1999 جنيه مصري. سعر هاتف انفينكس 622 اكس اس 3 اكس شريحتين اتصال سعة تخزين 32 جيجا رام 3 جيجا اللون اسود 1849 جنيه مصري. سعر هاتف انفينكس هوت 7 برو 2625 اكس بي شريحتين اتصال سعة تخزين 32 جيجا رام 3 جيجا رام اللون بني موكا 1777 جنيه مصري. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار هواتف أقل من 2000 جنيه في مصر 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتعمل بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله.